Hep sana çıkıyor bu yollar. İnan kader diye bir şey var. مثل العادة ما بتهمكن إلا سعادتكم. بحياتكم ما فكرتوا بسعادة حدا. هذا بيعني إنه لساتك بتحبها جمال. بحياتك ما كرهتها. عم فكر ندهن كل الحيطان لون أبيض وواجهة الفندق منخلي لونها أزرق مثل البيوت اللي كنا نتخيلها. وكمان عندي فكرة حلوة، منزرع هون شجر ليمون، ها؟ وبطرف الثاني منعمل إن صغير ومنربي فيه دجاج. قلة دجاج؟ ايه؟ خلي ابننا كل يوم الصبح ياكل بيض تازة، لاحظت إنه بحب البيض المسلوق. ايه بحبه كتير. وبحب البطاطا والكفتة. ولاحظت إنه أنت ما بتشربيه إلا لبن. شو أنت كنت عم تراقبنا؟ ايه تماما، بكل تفصيل. صحيح انزعجت على الأيام اللي راحت، بس ما مر يوم ما راقبتكن فيه. بس بالأيام الجاية ما بقى في هيك شيء أبدا، تمام؟ شوفي هي اجتمعنا من جديد، صدقيني رح طير من الفرحة. لبقى تخلينا نبعد عن بعض جمال؟ مستحيل مستحيل، ما بقى يبعدنا شيء إلا الموت. لا لو سمحت جمال، لا عاد تقول هيك شغلات بشعة، بترجاك خلينا مبسوطين. صدقيني رح نعيش مبسوطين بسببك أنتي، أنا أسعد رجال بكل الدنيا. لهيك بوعدك تعيشي مبسوطة وخليكي أسعد مرة بالعالم، هذا وعد. شكرا على كل شيء، بحبك كتير. ماهر هذا الفندق حلو كتير، بياخد العقل. ايه هارون بيك بده يشتري هذا الفندق. هارون بيك؟ يعني ابوك. وامتى بدك تناديله بابا؟ ما بعرف، المفروض ناديله، بس ما عم أقدر أقول له إياها من قلبي. معك حق، منشوف الوقت بحل كل شيء. تعرف شو خاطر على بالي أعمل؟ نعمل إعلان سوا أنا وياك يليق بهالفندق. شوف ما أحلى هذا المنظر، عن جد حاسة حالي صرت ببلد تاني غير البلد اللي أنا فيه. حلو كتير. بصراحة قضينا وقت كتير بالمدينة، يعني المدينة عن جد بتخنق، بيضل فيها ضجة وزحمة وناس كتير. عم تشم ريحة البحر؟ ريحة البحر بتذكرني بطفولتي. انت ربيتي بمنطقة ساحلية مو هيك؟ ضليت هنيك للثانوية، كان عندي رفقات كتير حلوين، لازم تتعرف عليهم شي يوم. كنا نروح على البحر سوا، نشعل نار ونقعد سوا نغني، ونجيب معنا أكلاتنا المفضلة، ليمونادا والكيك بالقرفة. وبعدين لما الدنيا تعتم ننام على الرمل. أوه. كل الوقت كنا نحلم، كنا نعد النجوم، وكل واحد فينا كان يتمنى أمنيات وقت يمر الشهب. معناها طفولتك كانت حلوة. يعني أنا وأمي ما كنا متفاهمين، بس عشنا أيام حلوة وبتجنن. كل ما كنت مل كنت روح على البحر أحكي له كل أحلامي وكل همومي. انسى، كأني حكيت كتير مو هيك؟ لا شو هالحكي، سردت كتير مع ذكرياتي. إيه ماهر هلأ شو بدنا نساوي؟ بدنا نشوف صاحبة الفندق الآن سميجلة، تاخد العقل رح تنبهري فيها، عندها طاقة إيجابية انعكست على الفندق، بتشوفي بعيونك. لكن خلينا نروح نشوفها بسرعة، صدقني أنا مستعدة أعمل أي شيء كرمال هالفندق. لكن خلينا نبلش. يلا.
خير بنتي شبك؟ أمي مو قدراني أحكي معك ولا كلمة. لا تخوفيني عليكي، قولي لي شو صاير معك. كلكن كذابين. هيلين حبيبتي. أمي لو سمحتي، أمي حابة ضل حالي لو سمحتي. لا بنتي مستحيل امشي خطوة من هون قبل ما أعرف شو صاير معك. لا تخلي قلبي يغلي. صاير معك مشكلة بقضية طلاقي؟ أمي ما في أي مشكلة بقضية طلاقي. لا تاكلي هم، قضية طلاقي ماشية وبكل سلاسة كمان. طلقنا وبدك تعرفي شو صار بعدها؟ خلص جمال مني ومن المحكمة وراح ركض مثل المجنون لعند آسيا، حتى وهو بهالحالة الصعبة ما صدق يخلص ليروح لعندها. لا وكمان فوق كل هاد اشترى على فندق. تخيلي. ماشي حبيبتي اهدي شوي، خلص شيليهم من بالك، اتركيهم يعملوا يلي بدهم، ينسيهم، خليهم يكملوا حياتهم وكملي حياتك. بدك يعني خليهم يكملوا حياتهم مبسوطين؟ وعدني يكرس كل حياته بس للولاد. وقال لي مستحيل فكر ارجع ارتبط بآسيا، وانا مثل الغبية صدقته ورجع استغلني. انتي بس تخيلي يا امي بنفس اليوم اللي طلعنا فيه رحلة عند آسيا وبلش حياة جديدة هو وياها. صدقيني امي ما عم بقدر اتقبل اللي عمله. اهدي بنتي واسمعيني، انا ما بدي تفهمي حكي معي غلط. انا ما عم قلل من الشيء اللي عم تعيشي، وبعرف انك بحالة صعبة، بس بنفس الوقت انا ما فيني اشوفك قدامي وانت عم تعذبي حالك بهالطريقة. تعالي بنتي حبيبتي تعالي اهدي وخلينا نقعد مع بعض ونحكي. عدي هون. طيب كيف بدك يعني اهدى؟ كيف بدك يعني اهدى وهنن كل الوقت عم يطلعوا بعيوني وعم يكذبوا؟ اسمعيني بنتي، ما عندك حل تاني غير انك تتقبلي هالوضع. اتذكري قديش حاولنا من قبل وما مش الحال. هلا انتو اتطلقتوا، لازم بقى تلتفتي لحياتك وتهتمي فيها. عندك اولويات ومسؤوليات، المفروض تتصرفي كأم وتكوني قد المسؤولية. انت بنت صبية وحلوة، خليكي قوية. بترجاكي بنتي اهدي. ليكي جمال نسي بقى، ما عاد موجود بحياتك. ما فيني اتقبل الموضوع، صدقيني امي ما عم بقدر. امي انا بحب جمال كتير. بنتي هو ما عاد موجود، خلاص جمال راح. انه اتقبل هالفكرة كتير صعب. امي انا قلبي انكسر. لو شفتي بعيونك كيف كان عم يعبر عن حبه لإلها بكل حياته معي، ولا مرة حكى معي بهالطريقة. هيلين بنتي رجاءً لا بقى تفكري وتعذبي حالك أكتر من هيك، بترجاكي شيلي من بالك. تعرفي حاسة وكأنه قلبي طلع من مكانه. هيلين حبيبتي بدي اياكي قوية، أعطي حالك فرصة، مع الوقت رح تنسي كل شيء، صدقيني كل شيء بمر. خالتي ميرال. اي حبيبتي. شو رأيك نرجع نحكي مع أمي؟ وينهم لهلأ؟ تأخروا وما رجعوا. مو قالوا لك راجعين على الطريق؟ لا تخلينا نضغط عليهم أكتر. أختي بلكي هن حابين يضلوا شوي لحالهم. والله ما انك سهل يا فصعون، اللي من وين بتعرف هالحكيات؟ اللي من وين جبتهم؟ وليش لحتى ما اعرف يعني؟ والله ما انك قلي. نرجس شبكي؟ شو صاير؟ ليش هيك خايفه؟ تعرفي انه اليوم جلسه طلاق ابي. خايفه هيلين تعمل لهم شيء مشكله. ها ليكن اجوا. امي اهلين. ليش تاخرتوا لهلا؟ شغلنا طول شوي. ما صار أي مشاكل؟ بصراحة مبلا، صارت معنا مشكلة صغيرة. هيلين عملت شي مشكلة وما طلقتوا مو هيك بابا؟ طلقنا وكل شي مر على خير. عن جد بابا؟ ايه حبيبتي. يا سلام. معناتها ألف مبروك. حبيبتي. لكن شو المشكلة؟ صار عنا فندق صغير، يعني المفروض نتساعد هلأ ونزبط كل الأمور فيه. كيف يعني؟ أبوك اليوم اشترى لي الفندق اللي كل عمري بحلم فيه وبتمنى يكون عندي إياه. اليوم أبوك حقق لي حلمي. عن جد بابا؟
شو معناته هذا الحكي؟ يعني فندق صغير بيشبه البيت. يا سلام، يعني نحن هلأ صار عنا فندق؟ أكيد رح يكون في مطعم، رح كون أنا الطباخ أو الكون بشتغل مدير. يلي بدك يا بس اختار ابني البطل. استنى شوي، بس لحظة، أنا رح كون المسؤول، بدك تنتبه على شغلك منيح، اتفقنا؟ اتفقنا. ومديرة الفندق أكيد المدام آسيا. معقول؟ لسه عم تسألي؟ مين غيرها؟ أنا ما عم صدق، كل أحلامنا بلشت تتحقق. رح نحقق كل شيء بصراحة، لسه عندي كتير أحلام وبدي حققها. يلا أنا جعت كتير، ما بدكن تطعموني؟ عملت فطاير باللحمة، بتحبها؟ معقول ما أحبها؟ رح جيب الفطاير وصب لكم شاي. أنا رح أجي ساعدك. إيه؟ شو ما بدك تساعدنا؟ يلا بلش شغلك من هلأ. تكرم عيونك يا أحلى مدير. تعرف بابا وأنا كمان مثلك جعت كتير. مو معقول أقول. بعرف بعرف. حبيبتي كتير فرحت باللي صار هلأ، وكمان جمال عيان حاله مدير فورا. أساساً جمال عنده خبرة بإدارة الفنادق، يعني أكيد بينفعنا. قلتيلي، يعني هذا هو سبب، ما في شي تاني. أنا بعرف منيح إنه في سبب تاني، بدي إياكي تضلي مبسوطة هيك على طول وعم تضحكي. إيه هيك، ها الحمد لله يا ربي، خلينا نشوفك هيك على طول. صدقيني كل الأيام الجاية رح تكون حلوة كتير حلوة. عم بتخيل قديش رح يكون لابقلك منصب المديرة. ميرال آسيا، كل شي رح يكون منيح، بكرة بتشوفي بعيونك. أوه شو هالريحة اللي بتشهي، إيه وين الصحون؟ بابا شو بدك هلأ بالصحون وبالفطاير؟ يلا حكيلي. شو بدي أحكي؟ شو صار معكن؟ شو حكيت أنت وأمي؟ ها بصراحة حقك تعرفي، لازم بتحبني كتير. وأخيراً اعترفت، الحمد لله قالت لك. شفتي أختي؟ أنا شو قلت لك؟ إذا الكبار وقفوا مع بعض وحكوا أكيد رح يحبوا بعضهم، مو هيك بابا؟ شو قصدك حبيبي؟ ما فهمت عليك. أوف ما بعرف من مين سمع هالحكي وعم بيقوله. إيه؟ أمي قالت لك إنه بتحبك وأنت قلت لها بس هيك صار؟ شو بدي أعمل أكتر؟ يعني كان لازم أطلب إيدها اليوم؟ أنا اليوم اتطلقت وأمك بحاجة لشوية وقت، وبصراحة أنا ما حبيت أضغط عليها أكتر. طيب تركها للوقت، يا ترى لسه هيلين أو الست ندرت رح يعملوا لنا شي مشكلة؟ لا يا بابا، قلت لك قصة هيلين خلصت، أنا وياها طلقنا، مستحيل بقى تزعجنا. لكن شو عم نستنى؟ صار فينا نكون عيلة وحدة ونعيش مع بعض، بدي عوض السنين اللي مرت من دونك. فكر بأوجور، هو لهلأ ما شافك أنت وأمي مع بعض. اللي عم تقولي صح، بس يا ترى أمك رح تقبل؟ لو مو موافقة ما كانت اعترفت لك بحبها، أو حتى قبلت هديتك. ما كانت قبلت مو؟ اليوم المساء رح أطلب إيدها. هذا أحلى خبر. لحظة بدي أقول لك شي، مو لازم نجهز شي مشان المساء وقت نعمل هاي الشغلة؟ لا تاكل هم، أكيد رح جهز كل شي، أنا واثقة المساء أمي رح تطير من الفرحة. عن جد؟ إيه. اليوم منشوف. لك شو عم تعمل؟ ضحكت علينا؟ عأساس بدك تساعدنا بس عم تاكل الأكلات؟ اللي شو رأيك، عجبوك؟ عجبوني كثير. صحتين وهنا ابني البطل، حبيبة قلبي، تعالي تعالي. ماهر؟ خير ماهر؟ شوفي الصبح حكينا مع الأنسة ماجلة، قالت رح تبيعه، نحن اتفقنا وعلى هذا الأساس أنا بلشت بالشغل، صار شي جديد؟ تمام، اهدي شوي ولا تتوتري، تعالي معي. ماهر تعالي. أنا تعالي بس امشي. ماهر؟ يعني
ما بعرف ليش كل هاد. كنت عم تكذب علي؟ كذبت كذبة بيضة. لو ما قلت لك القصة قصة شغل ما كنتي رح تيجي. لا تواخذيني، أنا بس بدي إياكي تنبسطي، بدي إياكي تسترجعي أيام الطفولة، لهيك كذبت. يلا. بس يا ماهر أنا مو زعلانة، حتى رح أعترف لك بشغلة، تصرفك هذا خلاني أتوتر كتير. ما فهمت. رح فهمك. بعرف كل هذا يلي عم تعمله كرمال الأولاد. اسمعيني، القصة ما لها هيك، أنا هون لأني بنبسط وقت بكون معك. أنا بفهمك وكتير عندك أسبابك لا تفكري بهي الطريقة، بس عشنا كتير قصص غريبة، بس ولا مرة قللنا من احترام بعض. نوب. إيه. أنا مبسوط بوجودك معي وبدي ضل جنبك على طول. لا تخربي المفاجأة رجاءً. شو بدك يعني؟ يعني روح جيب مي واطفي النار اللي شغلتها ويروح كل تعبي على الفاضي؟ طيب تكرم. تعالي معي. يلا يلا. مدام أفكارنا هو مثل أفكار الآن يعني. عنا ليمونادة. إيه، وعنا كيك بالقرفة وسندويش منوع كمان. رح فرجيكي خدماتنا. لحظة بس. طيب. مشروب الليموناضة. كيك بالقرفة. وهدول سندويشاتنا. يا ريت لو اجى احمد معنا كمان. رح يجي حبيبي، من هاللحظه رح نضل مع بعض واحمد رح يصير معنا. المكان يلي اخترته كتير حلو، الاطلاله بتاخد العقل. برايي احلى مكان المكان اللي بتكونوا انتوا فيه. بصراحة أنا جعت كتير، ما أكلت شي بالبيت، قلت مناكل بالمطعم، رح أكل كل شي. طالع لأبوك، خلينا نطلب كل شي موجود. عرفتي هلأ مين بيشبه؟ معلوم، عرفت جمال وتأكدت. بابا أنا كمان بدي أعمل دقني مثلك بس أكبر. حبيبي أنت بالأول كبار وبعدين رح نهتم بدقنك. تفضلي هاي القائمة. تفضل أستاذ. في حدا هون جوعان كتير، مو هيك يا ابني البطل؟ بلوه. أمي معلش أطلب همبرجر؟ ايه طلب حبيبي، اليوم رح تاكل على كيفك. يا سلام، أخذت إذن أمك، برافو عليك. أنا بدي أطلب سلطة. ليك جمال في عندهم كباب انت بتحبه. مدام آسيا مو نسيانة. مستحيل انسى هيك شي. ها بعرف ما بتنسي اي شي بيخصني شو ما كان. مثل ما أنا ما بنسى شي بخصك. ماما تقدري تزبطي لي هاي؟ تكرم عيونك حبيبي. شو هاي؟ خدي. ماما حبيبتي شكراً إليك، بحبك كتير. وأنا يا روحي بموت فيك. ماما
بحب خبرك انت ربحتي مسابقة افضل ام. عن جد حبيبي شكرا يا قلبي، انا حبيت كتير هالحكي. بتعرف صحيح انا اشتريت لك اليوم سفينة كتير حلوة، شو رأيك تروح تجيبها؟ بدي لعب فيها مع اخي اوغور. بدي روح لعند اخي اوغور لان الخالة قاسي رح تعملنا كيك ورح نلعب مع بعض. كسرتي يا امي. انا اسفه كثير يا روحي، ما قدرت اعمل لك اياها. انت عم تحكي مع اخوك اوغور؟ اكيد، انا بحب اخي اوغور كثير، واختي نرجس والخاله آسيا وبابا كمان، انا بحبهم كلهم. يا روحي انت، بس برايي حبيبي ما بيصير على طول نحب الكل، فهمت علي؟ يعني اوقات في ناس كثير ما بيصير نحبهم، ما بعرف بس انا هذا رايي. شوبت كتير، لازم اتحمم. حبيبي روح انت العب بغرفتك. ماما بس انا حابة بنلعب مع بعض. خليني بالاول اتحمم وبعدين بنلعب، اتفقنا؟ اتفقنا. حبيب قلبي الشطور، يعني أنت كنت البطلة بمنافسة الرقص؟ طيب قليلي، معك شي صورة أو فيديو؟ ايه أكيد معي، بكرة بفرجيك ياهم بالبيت. بس يعني لا تفكر إن الموضوع كبير كل هالقد. وقت كنت بالثانوية كان عندي رفيقة بوقتها كانت كتير طموحة، وأنا بس جكارة فيها شاركت بهالمسابقة. طيب يا ترى بقدر أطلب منك تفرجيني هاي الرقصة؟ شو قصدك؟ ليكون بدك يعني أم أرقص؟ شو فيها؟ ما في حدا هون. صح، بس ما بقدر أرقص، ما في موسيقى هون. هذا الموضوع عندي، لا تقلقي رح احط لك اغاني من عندي. بس ماهر هي القصه قديمه كثير، انا هلا نسياني كيف كنت ارقص وقتها. هلا بتتذكري؟ ماشي، بس عندي شرط واحد. شو؟ وانت كمان لازم ترقص معي. لا ما بقدر، انا راسي بشع. مستحيل، ما بقدر ارقص من دون الشريك. صدقيني ما بعرف. يلا قوم. شو حال قلت لك ما بعرف؟ إذا بدك يعني ارقص قوم معي. يلا لا تعملي هيك بهي الطريقة، عم تحرجيني كتير زحال. انتبه معك. أول شي راقبني منيح. إيه؟ أساساً أنا ما عم شيل عيوني عنك. كيف؟ ما قلت شي. أول شي راقبني وبعدين بتشاركني، تمام؟ إيه تمام تكرمي. رح بلش على اليمين. على اليسار. على اليسار. تعال يلا. أكيد أنا لطيفة. بس أنت لطيف أكتر. يا الله مستحيل ما أحلاوش وإنه لطيف. أهلا وسهلا. يعني لأيمتى بدك تضلي بهي الحالة وكأنك بتعزاية؟ ليش عم تضلي نايمة كل الوقت؟ كل ما بسأل أحمد عنك بيقلي ماما نايمة. شو بدي أعمل؟ على القليلة لما بنام بنسى. حبيبتي بعد طلاقك صار معك اكتئاب. إيه بجوز. لا أكيد. بس بصراحة مليت من كلام الناس، الكل عم يقلي نفس النصيحة، ارجعي لعقلك. معك حق، بس يعني شو بدك ياهن يقلوا لك؟ اسمعي، هلأ أبداً مو وقت تضلي قاعدة وعم تفكري كل الوقت، لازم تتغيري. مثل ما صار معي، هلأ مو وقت النوم، هلأ وقت التغيير، لازم تهتمي بحالك. شوفي حالتي أنا كيف صارت؟ شوفي علاقتي مع جيفانش. قلتي لي جيفانش؟ بتعرفي هيلين تعرفت على رجال بياخد العقل. هلأ صحيح هذا الرجال ما بيشبهني أبداً، بس بيحب الكتب. هو كاتب، كاتب ومؤلف وكتير مزوق. بعد ما اتطلقتي من أخي فوراً لقيتي عريس جديد، برافو عليكي والله. قليلي لكان، شو بدك يعني أعمل؟ ما بيكفي حاربت مشانه وبالأخير غدر فيني؟ أنت بتعرفي منيح قديش أنا حاولت بس ما نجحت.
نيالك يا زاهدة كيف قدرتي توصلي لهالمرحلة؟ وانتي فيك تصيري مثلي، انسي الماضي وفكري بحالك ومستقبلك. ومين هو جمال؟ ليش لحتى تفكري فيه؟ شو يعني الله خلقه وكسر القالب؟ صدقيني هيلي رح تلاقي مثل جمال، لا وأحسن منه بألف مرة كمان. بصراحة فرحت لك من جوات قلبي، بس كمان مليت وطقيت وأنا أسمع نفس الحكي ونفس النصايح. ما بصير تملي، الكل عم يحكي كرمال مصلحتك. شو بدك نقلك خليكي بهي الحالة ولا نقلك ضلي نايمة كل الوقت؟ ليك عم يدق لي، تعرفي ليش؟ لأنه ما رديت على الرسالة، كنت مشغولة بالحكي معك، لهيك دق لي ليطمن. حبيبتي صدقيني رح تلاقي حدا يحبك ويهتم فيكي ويعرف قيمتك، وغير هيك قلي له باي باي. عم تفهمي علي هيلين؟ على كل حال خليني قوم رد عليه. عن إذنك حبيبتي. خدي راحتك. كيفانش؟ قلي أنت عن جد اشتقت لي؟ لك وين الحلو لهلأ؟ كأنه تأخر كتير، يا ريت طلبناه من أول شي. لا تقول غير إجا. ماما لو سمحتي اسألي للجرسون. طول بالك يا ابني، ليش هيك مستعجل؟ هدول صحون الكيك قلنا نحن؟ ايه شكرا، يسلم ايدك. اجا وقت ناكل حلو كمان نحكي كلام حلو. ليكي ماما شوفي الكيك تبعك احلى من الكيك تبعي. حبيبي هذا الكيك مو إلك، هذا للمدام. ماما شو رايك نتبادل انا وانتي؟ تكرم حبيبي تفضل. لا هاي الكيكه لامي. ايه حبيبي كل واحد ياكل صحنه. تمام بسيطه جمال، الولد اشتهى خليها كلها. ما بيصير امي، خلص بقى اوغور كل صحنك. شوفي يا بنتي خليها كلها. ما بيصير هي إلك. لحظة أنا عندي فكرة، خليني أطلب للكل نفس الطلب. تمام ماشي عظيم. كول حبيبي فيك تاكل منها ليجي طلب كول. يا بابا طلع على أوغور عم ياكل منها. شو بدك فيني؟ بدي أكلها كلها. لو بتعرف شو عملت فينا. شو هاد؟ ماما شوفي لقيت خاتم. يا الله منك أوغور خربت كل شي. طلع لك خاتم؟ جمال؟ ايه طبيعي لما الواحد يصير عنده أولاد هيك فجأة بتخرب كل المفاجآت. أكيد آسيا شفتي كل شي صار بعيونك. شو بدنا نعمل؟ صار الموضوع عندي حبيبي، إجا الوقت، ممكن تعطيني الخاتم؟ يسلم ايديك. توترت شوي. قبل 17 سنة ركعت على ركبي بنفس هاي الطريقة. بس
ما عرفت قيمتك ابدا. اسمحي لي بعد كل شيء صار اني اعوضك عن يلي راح. هلا بصفتي اب لاولادنا حاسألك نفس السؤال، تقبلي تتزوجيني؟ ايه بابا اكيد بتقبل. لا تخرب هاي اللحظة كمان. آسيا أعطيني فرصة لعوض يلي راح. تقبليني زوج إلك؟ وافقي ماما. أنا موافقة. يا سلام طاق بالعقل. جمال تخيل لو علق الخاتم بحلق الولد. وأنا شو بيعرفني إنه بده يحب الكيك تبعك أكتر من الكيك تبعه، مو هيك؟ برافو. هاي فكرة بنتك ها؟ حبيبة قلبي. مرتي حلوة مثل القمر. شكرا على كل شيء عملته كرمالي. اليوم كان كتير حلو. وأنا اليوم انبسطت كتير. اسمعي أنا مو معك كرمال الأولاد، تمام؟ بتمنى تفهميني. طيب ليش أنت معي؟ بعد ما حملتي صرت كتير حلوة، هذا السبب. يا الله منك يا ماهر، مو معقول. عم أمزح. اسمعي صدقيني أنا مو معك كرمال الأولاد، مو حابب كون مع أي حدا تاني. إذا أنت بدك بضل معك وما بروح. وإذا ما بدك بسيطة، أنا فهمانك منيح. خلينا نقوم، تأخر الوقت. ماهر شكرا على كل شيء. Thank you.
صباح الخير يا روحي، قولي لي شو عم تعملوا؟ بعد شوي جاي زحى لعنا وهلا بدنا نجهز الفطور سوا. يا سلام، شو هالخبر الحلو؟ سمعتي مرت عمو جايه كنتنا وبدهم يفطروا سوا. انتبهي قلسوم، اوعك تقولي هذا الحكي قدام زحال. لا اخي، مو لهالدرجه، مستحيل احكي هيك قدامها. ايه آسيا، قولي لي وين اوغور؟ مرت عمو اشتقت له وبدها تحكي معه. هو برا، رح اخذ له الموبايل. تمام، باي باي. اعطيني احكي معه. بنتي ماهر معه حق بكلامه، اوعك تغلطي وتحكي هيك قدام زحل منشان ما تنجرح البنت قدامنا اكثر من هيك. يعني بدك توقعي البنت بحبالك من دون ما تحس؟ ايه لكن لا تخافي، انا متاكده انه زحل رح تصير كنتنا. انا شو عم احكي وانت شو عم تحكي؟ اخ منك يا قلسوم. اوغور تعال، ستك بدها تحكي معك. ستي اشتقت لك كتير، قلي لي ايمت بدك تجي لعنا، اشتقنا لك. حفيد البطل، لو تعرف قديش اشتقت لك يا روحي. تعرف مو مصدقة ايمتى اشوفك. اول ما تصح لي فرصة رح اجي لعندكن. قلي شو بدك لجيب لك معي. بدي من الحلو تبعك، بدي الشوكولاية اللي بتعمليها مثل الطابة، بحبها كتير، لا تنسيها. امبارح رحنا مشوار وكنا بدنا ناكل كيك، بس فجأة طلع خاتم بالكيك وما قدرت كمل اكل الكيكة. هذا الخاتم لامي. شو قصدك حبيبي؟ ما فهمت. حماتي على الأغلب فهمت شو قصده، هالقصص بتصير بالأفلام وقت يحطوا الخاتم بالكيك. أوغور يا روحي كيفك؟ اللي حبيبي قصدك أبوك مبارح عرض الزواج على أمك؟ إيه بابا، مبارح طلب إيده لماما بالمطعم، بدهم يتزوجوا. تعرفي رح أرجع ألبس طقم من أول وجديد. شو الأخبار الحلوة يا روحي أنت؟ الله يكتب لكم الخير والسعادة ويبعث لكم أيام حلوة ونفرح لكم. ماشي حبيبي، برجع بحكي معك بعدين. لو سمحتوا اليوم بدي تعصروا عصير ليمون على الفطور. تكرمي ست هيلين. شكرا إليك. وقع قلبي، فكرت سمعت شي. قلسوم إن شاء الله ما تكون سمعت شي. لا أكيد ما سمعت، لو سمعت كانت كسرت المطبخ فوق راسنا. قلسوم بلكي هي بتعرف. ما بظن، مو شايفة قديش هادية. شو ما كان ما دخلنا، نحن ما بيصير نتدخل بهالقصص. إيه معك حق، أنا كتير مبسوطة. جمال بيك وآسيا رح يرجعوا يتزوجوا من جديد. برأيي هذا القرار المناسب، عندهم ولدين ولازم بقى يرجعوا يعملوا عيلة. ايه ولا تنسي أحمد. إن شاء الله ست هيلين ما تسمع بشي وإلا ما رح تمرق على خير. خلص قلسوم، لا بقى تفاولي عليهم، تفاولي بالخير بنتي. يلا يا بنتي بلش عصير الليمون. ايه يلا رح بلش فورا. بجيب لك لسه؟ لا بكفوا. والله هالأكل بيشهي. يسلم إيديك يا آسيا، أكلت كتير، حاسة حالي خلصت كل الأكل. صحتين، أنا أساساً عملتهم كرمالك. يسلموا إيديك يا حبيبتي، بس بدي أخذ الوصفة منك، بصراحة هي أطيب عجة باكلها. أي حبيبتي تكرمي. صح، قليلي بلشتي تاخدي فيتامينات الحمل ولا لسه؟ أي أكيد بلشت، أساساً ألف الحمد لله ما عم عاني كتير بحملي. أول شي كانت معدتي توجعني شوي، هلأ صرت منيحة. أي ممتاز. بس شهيتي كتير مفتوحة، كتير، كل الوقت عم باكل. إذا ضليت على هالحالة رح صير مثل البقرة. لا تفكري بالموضوع، بكرة بتنحفي بعد الولادة. لا تقلقي، أنت أول ما تولدي رح خليهم عندي، وأنت وقت عملي حمية وبلش رياضة. الموضوع مو بهالسهولة اللي مفكرة، يعني مثلا أنت ما فيك ترضع. هاي مهمتي أنا. جبت لك هدية صغيرة، هي ذكرى مني، افتحيها. يا روحي انتي ليش معذبة حالك؟ يسلم ايديكي. آسيا عذبتي حالك. ما في شي من قيمتك، هي ذكرى صغيرة. دقيقة، حلوة كتير. شوف ماهر ليك ما احلاهم. بدنا نحط هالطواقي على راسهم. بدكن تحطوا لهم هي الطواقي على راسهم وتاخدوهم مشوار بالعرباية. تعرفي لهلأ ما عم صدق، انا عن قريب رح صير ام ورح يصير عندي بنتين حلوين. أنا واثقة رح تكوني أحلى أم بالدنيا. بصراحة آسيا أنا صايرة كتير حساسة، إذا كنت عم بضحك ببكي فجأة وإذا كنت عم ببكي بضحك، ما بعرف. كنت هيك بحملي طبيعي. بدي أسألك سؤال آسيا، تقريباً إمتى ببلشوا يتحركوا؟ يعني أنا لهلأ ما حسيت فيهم، إمتى ببلشوا يتحركوا؟ تقريباً بدك تحسبي إشي 8 أو 9 أسابيع ليتحركوا. وقتها بتحسي فيهم رح يصير عندك بنتين، يعني ما بقى رح تنامي الليل زحال. يعني رح يتحركوا كتير ما هيك؟ نرجس كانت كتير تتحرك ببطني، بس أوغور كان هادي ما كان يتحرك كتير. منشوف. بصراحة كتير متحمسة.
حبيبتي، ما في شيء ما بينفهم. عم نجدد حالنا، يعني عم نودع الماضي وعم نستقبل شغلات جديدة بحياتنا. فهمتي قصدي أمي؟ يعني هاد شعارنا الجديد. قليلي، طيب شو بتكون نهاية هذا الشعار بالأخير؟ رح أخذ قرارات وعي أكتر من قبل. برافو بنتي، عظيم. اعملي أي شيء بدك يا، المهم تكوني رضيانة. عمي حبيبي، على طول أنا وياك عنا نفس الرأي ومنتفق مع بعضنا، ما لاحظت؟ صباح الخير. صباح النور حبيبتي، كيفك اليوم؟ ماما لا ضلي تسأليني نفس السؤال، يعني شايفة كيف حالتي؟ مبينة إنك مو منيحة وحالتك سيئة، واضح إنك قبلتي الخسارة وما عم تحاولي أبداً. زعلتيني، بكفي. شو بدك يعني عد للثلاثة وقل لك تغيرت؟ مو بهالسهولة. لا حبيبتي مو هيك قصدي، بس لازم تحاولي. يا ريت يا هيلين بس لو بتسمعي مني وبتشوفي كيف حالتك رح تتحسن. أنا قررت سافر فترة برات البلد. فكرة كتير حلوة يا بنتي، بتصفي راسك وبترتاحي. بابا وأنا هيك كمان عم فكر. لوين عم تفكري تسافري؟ إسبانيا. كتير عظيم، وبعدين بتسافري على لندن وأنا بكون خلصت ورشتي ومنروح سوا لعند بنتي، منتسلى هنيك مع بعض ومنغير جو. فكرة حلوة، بس وين رح تضلي هنيك؟ بصراحة بابا ما في مكان محدد، هنيك عندي كتير رفقات رح زورهم كلهم وأقضي وقت. بنتي شو مشان أحمد ما رح تاخدي معك؟ مو أمي ما فيني أخذ أحمد معي، رح خليه يضل عندكم هون. تمام بنتي، هيك أحسن. انبسطت كتير لأنك أخذتي هذا القرار. لا بقى تاكلوا همي وتضلوا خايفين. أهلا وسهلا، خير؟ ليش جاي؟ ما فهمت، نسيتي؟ ابني عايش هون، طبيعي يجي. اجيت بدي شوفه، ما في داعي تستغربي هيك. طبعا بتجي بتشوفه بس تخلص قصص غرامك مع آسيا، مو هيك؟ بدي أقول لك شي، بصراحة أنا أبدا مو حابب أتناقش معك. وأنا يا جمال نفس الشي، مو طايقة أحكي معك بشي. بس لو سمحت انتبه على تصرفاتك، لا تخلي بنتي تزعل أكتر. ما صدقت إمتى طلقتها لتركض فوراً لعند آسيا. صح، تماماً هيك عملت. شو الغلط؟ أساساً بسببكن بعدت عن آسيا بما فيه الكفاية، ما بدي بعد أكتر من هيك. بالمناسبة اسمعي هالخبر مني أحسن ما تتفاجئي، قريباً أنا وآسيا رح نتزوج. شو؟ شو انت جنيت؟ لا انا كتير واعي، حتى حسيت حالي انه خلقت من جديد. جمال بس لحظة، قلي لي شو لسه عندك؟ تركيني بحالي، جاي لهون بس كرمال شوف ابني. ليه؟ لو سمحت اسمعني، يعني اعمل اللي بدك يا، ما بتهمني حياتك وانت حر فيها، بدك تتزوج تزوج، بس بترجاك بلا ما يعرفوا بنتي وحفيدي. ليش بقى؟ لأنه هيليني من جديد لبلشت تتحسن، يعني خليها تهتم بحالها وترجع بقى لعقلها، ما بدي إياها تتدمر أكتر، أعطيها بس شوية وقت. ليك اعتبر هالطلب كوني أم خايفة على بنتها. ماشي، هلأ إذا بتسمحي لي بدي روح شوفه لأبني. ابني البطل حبيب قلبي، شو عم يعمل هون؟ اشتقت لك يا روحي. بابا حبيبي. اوبا اوبا، قلي يا روحي شو عم تعمل؟ قلي بابا، ليش اليوم ما لقيتك بالبيت؟ بدك تعرف ليش ما لقيتني؟ يلا اترك الألعاب شوي، خلينا نحكي من قبل ابنه. بابا أنا جاهز، فيك تحكي. اسمعني ليك يا بطل، امبارح
اكتشفنا أنا وأمك إنه ما عاد عم نتفاهم مع بعض مثل قبل، لهيك انفصلنا ورح عيش ببيت تاني. رح تضل هون وتعيش مع أمك وأنا رح ضل ببيت تاني. يعني بدك تروح وتتركني؟ ليش أنا فيني روح وأتركك؟ معقول فيني بعد عنك؟ وين بدي روح وأتركك حبيبي؟ أمتى ما بدك بدي قلي فوراً، بيتنا مسافة كتير قصيرة، بيجي أمتى ما بدك ودقيقة واحدة أنا بكون عندك. وين ما بدك منروح، مشوار كأب وابن بياخدوا العقل، ما في داعي تتصل فيني لأنه كل يوم رح أجي لعندك وشوفك. منيح هيك؟ شو اتفقنا؟ اتفقنا. أمي بابا بده يتركني، بده يعيش ببيت تاني. إيه حبيبي، أساساً كان بدي خبرك قبل، بس أبوك سبقني وخبرك. حبيبي أنا وأبوك قررنا ننفصل. سألني ليش ما لقاني بالبيت لهيك؟ عادي مو مشكلة يا روحي، ما بدي إياك تضل زعلان. حتى رفقاتك بالروضة أهليهم أوقات بينفصلوا، وهنن فترة بيضلوا عند أمهم وفترة عند أبوهم، يعني ما في مشكلة حبيبي، الموضوع عادي وبيصير كتير. تمام يا عمري؟ ليك مثلا أنا بدي سافر برات البلد كم يوم، شو رأيك أنت هي الفترة تضل عند أبوك؟ ماما عن جد عم تحكي؟ طبعا عن جد. في مشكلة إذا ضل؟ أكيد لا، أنا وابني البطل رح ننبسط سوا مو؟ أكيد. كفك يا بطل، برافو عليك. أخي أقول رح يضل معنا مو هيك؟ أكيد حبيبي، رح نكون مع بعضنا كلنا. هلأ فيكن تحطوا الخطط يلي بدكن ياها، أنا عندي شوية شغل. ألا معك ماما. حبيب قلبي البطل. بابا شو بدنا نلعب سوا؟ بتعرف راجي، منيح إنه أجينا لهون، انبسطت كتير. وأنا كمان، وين ما بكون معك بكون مبسوط. أميرال، شو رأيك نسافر أنا وأنت شي إجازة؟ بيصير، بس هالفترة ما بقدر. ليش؟ هاي الفترة لازم ضل جنب آسيا. ليش صاير شي؟ إذا قصة نرجس ومرت على خير وكل الأمور تحسنت، ما ضل أي شي، فهميني بقى، ليش بدك تضلي جنبها؟ قريباً عنا عرس، جمال وآسيا رح يتزوجوا. كيف؟ أنا عن جديد لسمعت بهذا الخبر، بس متأكدة منه. ما عم أفهم ليش مستعجلين كل هالقد، لسا مبارح جمال تطلق، رح يسبب لحاله مشاكل، يعني أكيد لما بتسمع هيلين رح تعصب كتير. صراحة يا راجي، يعني حتى لو مر شهور أو سنين على هي القصة، بالنسبة لهيلين ما رح يتغير شي، أساساً هي وجمال تطلقوا وهي بكل الأحوال لازم تتعود. أنا كنت حابة إلك تجي على العرس، بس ما حسيتها حلوة بنوب. أبداً مستحيل، ما فيني إجي، بالأخير هيلين أختي. فهمت عليك، إن شاء الله كل شي مع الوقت بيتحسن. شو رأيك نغير الموضوع هاد؟ قولي لي وين حابة نروح، على إيجا ولا على البحر المتوسط؟ على إيجا. انتظرينا يا إيجا، أنا وحبيبتي رايحين مع بعض. هيلين بدك تسافري فورا؟ ايه بكرة مسافرة، شو بدي ضل عم استنى؟ طبعا معك حق يا بنتي. من شوي إجا جمال، ما شفتي؟ ايه وحكينا مع بعض. قليلي شو حكيتو؟ انتي ليش توترتي؟ لا ما في شي بنتي، يعني بس بدي أعرف إذا ضايقك جمال بشي. لا ما ضايقني. تمام حبيبتي. جمال خبر أحمد إنه انفصلنا، حكينا أنا وياه مع أحمد. قليلي بنتي، زعل أحمد شي؟ أمي أكيد زعل، بالأخير هو لساته صغير، أكيد بده يتضايق. بدي أخذ معي هذا الفستان، هالفستان هدية من جمال، اشترى لي إياه بعيد زواجنا. حبيبتي حاولي تنبسطي بسفرتك، ريحي راسك. ما أخذتي معك كتير تياب؟ ما في داعي أخذ معي شنطة كبيرة، إذا احتجت شي بشتري من هنيك. إيه هيك أحسن. اخترت وقت مناسب منشان تسافر فيه، يا الله شو بتمنى تسافر وما تفكر بحياتها ترجع لهون. بس نرجس لو سمحتي، هيلين بتضل أمه لأحمد. بعرف ماما، أكيد ما رح أحكي هذا الحكي قدام أحمد.
طيب شو رأيكم نبلش حكي عن شغلات حلوة؟ أنا موافق. من مين بابا بده يطلب إيدك؟ شو صار لك نرجس؟ أنت جنيتي؟ شو عم أحكي؟ شو ما بده بابا أعمل له قهوة مالحة؟ وأنا هيك رأيي، لازم تعمل. بالمناسبة أنا حابب أشرب قهوة مالحة. لو سمحتي نرجس خلص. ليش لا؟ شو كتير علي إذا شربت قهوة مالحة كرمالك؟ آسيا بقوم بعمل؟ قومي، كل شي حسب الأصول. عن جد مو معقول أنت وبنتك اتنيناتكم بتفكروا بنفس الطريقة ونفس الحركات ونفس كل شي. نحن هيك، شو بدك تعملي؟ شبك جمال؟ هلأ بيشوفونا الولاد. خليهم يشوفونا، شو راح يصير؟ يعني أبوهم عم يبوس أمهم، شو فيه؟ الموضوع كتير بسيط وعادي، غير هيك راح يشوفونا على طول بهاي الحالة. بالمناسبة أنا أخذت موعد لنتزوج 3 أيام وبتصيري مرتي. ما فهمت أنت ليش مستعجل؟ شو لتكون خايف غير رأيي؟ احتمال أني أتراجع، خليني صريحة معك. روح قلبك تخليني خاف وفكر بهي الطريقة. والله بعرف بتحبي تعذبيني. بدي عاني معك كتير مو هيك؟ آسيا خانم تعالي. هلأ بيشوفونا. بيشوفونا جمال. Thank you.
ماهر؟ شو ما بدك تقول شي؟ مبروك وعقبالي يا نرجس. لك إن شاء الله منشوفك أحلى عروس. بتمنى لكم السعادة. وهون عنا أجور ابن العرسان عم بيقطف ورد. شو بدك تقول للعرسان؟ عم قطف ورود لأعملها لماما باقة عروس. بس يا أجور ماما عندها باقة عروس. بس ريحتها مو حلوة مثل هاي. ريحتها حلوة وعم تفوح مثل ريحة ماما. يا روحي انت دخيل هالوش الحلو هالذوق. يلا بعت للعرسان بوسة. ماما حبيبتي، بابا حبيبي، بحبكن كتير. وهلأ جا الوقت لنروح ونشوف العروس. ما عم يزبط معي. عادي حبيبتي، منرجع من عيده. ميرال ممكن تحطي لي انتي؟ ما بعرف ليش ايدي عم يرجفوا. وشو يعني هالحكي؟ يا ترى معقول تكوني متحمسة حماس العروس الجديدة؟ بصراحة أنا متوترة أكتر من أنه متحمسة. شبنا آسيا، ليش هيك متوترة؟ شوفي كل شي مثل ما بدك وأحسن، ومحكمة نرجس مرت على خير ورجعتوا حرين من أول وجديد. وهي جمال عطيتي فرصة تانية، وولادك مبسوطين وعايشين معك. صدقيني أنك رح ترجعي تنبسطي مثل قبل. هي كل شي عم يصير مثل ما أنتي بدك. معك حق ميرال، وأنا هيك حاسة من جوا. يعني أنا من كتر مو فرحانة حاسة حالي وكأني عم أحلم، بس بنفس الوقت خايفة يرجع يصير شي وتنقلب حياتنا. أنا متوترة لأني عم فكر هيك. حبيبتي يمكن الأيام الصعبة اللي عشتيها عم تخليك تفكري بهي الطريقة السلبية. يعني أنت بسبب اللي صار معك عم تضلي خايفة من أنك تعيشي لحظات حلوة. اسمعي، الماضي انتهى، الأيام الجاية كلها رح تكون حلوة عليكم كلكم. اللي صار رح يضل بالماضي مثل ما عم قلك أنا. خدي مني وصدقيني. وهلأ وصلنا على غرفة العروس. شوفوا عروستنا القمر. طالعة بتجني. نرجس لا تصوريني بهدول التياب. ليش؟ شوفي يا ماما طالعة كتير حلوة هيك. كل لحظة بهذا اليوم إلها قيمتها الخاصة. ونحن معك بهاليوم. قلي لنا شو حاسة؟ متحمسة لدرجة حاسة إنه قلبي رح يطلع من محله. معقول حاسة هيك لأنه بدك تتزوجي أبي؟ نرجس ميرال، شفتي شو عم تحكي؟ تعرق. تمام، جاوبيني. لكن أنت قديش بتحبيني أنا وأجور؟ بحبكن قد الدنيا كلها. يعني بالنسبة إلي أنتو الدنيا كلها، وأنا عايشة بس كرمالكن. قديه بتحبي بابا؟ خلص نرجس بلا هالأسئلة، خليني جهز حالي، ما ضل وقت. شكل عروستنا فزت من السؤال. وهلأ دورك. ما عندي كلام يوصف قديش أنا مبسوطة. ماما أنا كتير بحبك. وأنا بحبك. يلا خلوني كمل. يلا يلا بسرعة. بديك ساعدك بلبس الفستان؟ لا لا أنا بلبس لحالي. يلا روحوا لا تخلوني يتأخر. إذا احتجتي شي ناديلي. ماشي. قدامكن أحلى عريس ممكن تشوفوه بكل الدنيا. حبيبتي أحلى بنوتة بالدنيا. بتمنى العروس يعجبها شكلي. أكيد رح يعجبها. حضرة العريس قلنا لوين رايح؟ شو هالسؤال؟ رايح شوف حبيبتي. والله ومين قالك بيصير؟ شوفت العروس قبل العرس فالمو حلو. انتو بس ارتاحوا، ما بقى رح يصير معنا أي شيء. بابا استنيت ماما كتير، ما ضل إلا شوي. ومنه هيك بتخلي آسيا تضل لحالها شوي. صبور. مثل ما بدكن، لكن رح روح على غرفتي. منشوفك. آسيا؟ جمال؟ ليش اجيت هلأ؟ جاي مشان شوفك. يلا طلعي. شبك جمال، ما بيصير، ما بيصير تشوف العروس قبل العرس. ما فيني، فضولي رح يقتلني لأشوفك. إذا ما طلعتي أنا رح أجي. طيب بس استنى شوي. بالأول غمض عيونك. غمضتهم؟ إيه غمضتهم.
أفتح عيوني؟ فتح. كيف طالعة؟ أحكي شي؟ شو ما عجبك؟ تاخدي العقل. طالعة مثل القمر. وانت مو طالع سيء. كيف؟ قلتي لي مو طالع سيء؟ يعني بس هيك ما بدك تقولي لي طالع حلو او جذاب او بتاخد العقل؟ لو سمحت جمال، على الاقل بس مرة واحدة لا تحكي عن حالك. شبك انا عم بمزح. بتعرفي على فكرة فستان العرس بيلبق لك بكل الاعمار. شو رأيك؟ كل 10 سنين أو 15 سنة نتزوج من جديد. ليش هالحكي؟ بدك تتركني مرة تانية؟ معقول عم تفكري هيك؟ ما بقى غير الموت بيفرقنا. حبيبة قلبي طالعة كتير حلوة يا روحي انت. وأخيراً قدرنا نلاقي العريس الهربان. إجباري عني، ما كان فيني روح لمكان قبل ما أشوفه. ما بيصير الكل تحت عم يستناكن وانتو هون قاعدين لحالكن وعم بتبوسوا بعض. نرجس عيب تحكي هيك وانتي عم تصوري. جمال رح نمسح الفيديو. ها ما فهمت ليش لا نمسحه؟ بعد دقيقتين رح تصيري مرتي بشكل رسمي. انتبهي لا تمسحي، خليه ذكرى. طيب رح انزل خبر الكل انكم صرتوا جاهزين. ماما طالعة كتير حلوة، بتاخدي العقل؟ يا روحي انت طالعة حلو كتير ووسيم. تعال بسرعة خليني بوسك. يلا. لا لا ما في، ولو سمحتي تركينا شوي بدي احكي مع العريس. خير حبيبي؟ شوفي بابا تعال شوي بدي احكي انا وياك رجال لرجال. هيك لكان رجال لرجال. تفضل، شكله الموضوع مهم لهيك لازم نحكي. أنا بعد شوي بيجي باخدك. يا حبيبي قلي شو الموضوع؟ بابا أنا ما لقيت شي لأربط فيه هدول الورود، قطفتن مشان ماما. هي باقة العروس. ابني البطل حلوين كتير، تعال معي هلأ منلاقي شي نربطن فيه. ليكي ما أحلى هالورود، كتير عجبوني، كتير مميزين. ماهر أنا كتير متحمسة، هاي أول مرة بكون شاهدة على زواج. أنتي رح تجيبيلن الحظ، أنا واثق. آسف قصدي رح تجيبيلن. إن شاء الله. خلي شعراتك هيك حلوين. إجوا العرسان، إجوا. إجوا. ألف مبروك. ألف مبروك. طالعين بتجننوا. وأحلاكم. بعد 17 سنة شايفة بعيونكن هلأ نفس الحب والحماس تبع أول يوم بالضبط. أهلا وسهلا فيكم بهذا اليوم المميز، وأهلا وسهلا بأحلى ثنائي موجود على الطاولة. أكيد أنت اللي خبرت أنه هاد زواجنا الثاني. إلا كم مين غيري؟ ليش عندي شي تاني أحكي فيه غير أنت؟ عندي استعداد أحكي لأي حدا ماشي بالطريق عن قصتنا. تخيل. بس الفرق أنه هاي المرة عنا ملاكين صغار انضموا لعقد القران. أنا بتمنى لكم زواج مستمر ومليان بالحب والاحترام. إن شاء الله.
الأولاد متحمسين أكثر منكم. إيه صح. مرة تانية أهلا وسهلا فيكم. أما بالنسبة للشهود اسمحوا لي رح أرجع أسأل العرسان بوجودكم. أنت يا جمال كايا، هل تقبل الزواج بآسيا يا الماس وتكون شريكة بالأيام الحلوة والمرة؟ وما يفرقكم عن بعض إلا الموت؟ الكل عم يستنى جوابك. موافق. مبروك. أنسي آسيا يا الماز، هل تقبلين الزواج بجمال كايا؟ أنسي آسيا، ممكن تخبرينا بجوابك؟ هل تقبلين الزواج بجمال كايا؟ موافقة. برافو. برافو. يا سلام. تصدقي للحظة حسيت إنه قلبي رح يطلع من محله. جمال لسه ما خلصنا. المهم قلتي لي إنك موافقة، صرتي مرتي، ما بقى فيكي تغيري رأيك. هل تشهدان على هذا الزواج؟ نعم. نعم. إذن أعلنكما زوجاً وزوجة بالصلاحية الممنوحة لي من البلدية، وإن شاء الله ألف مبروك. برافو. ماما دعسي على رجله. تفضلوا وقعوا. بتمنى لكم السعادة. شكرا لك. تفضلي هاد إلك، ألف مبروك. شكرا. أستاذ جمال ألف مبروك. بتمنى تعرفوا قيمة بعض وتحترموا بعض ويكون زواجكم هني وسعيد. شكرا لك، لا تقلي. مستحيل ضيع من إيدي مرة تانية. رح حطها بعيوني وحافظ عليها. وهلأ صار فيك تبوس العروس. شو حلوين، الله يخليكم لبعض. مبروك. مبروك. ماما انت احلى عروس بكل الدنيا، بحبك كتير. ابني البطل يا روحي انت، انا بحبك كتير. بصير العروس تكون بلا ورد؟ يا الله شو حلوين هالوردات، جهزناهن انا وبابا مع بعض. حلوين كتير. ايه شو ما بدك تضمني؟ بابا حبيبي انت اليوم طالع احلى عريس بكل الدنيا، بحبك كتير. ماما حبيبة قلبي أنا بحبك كتير يا روحي. خليكي مبسوطة. يلا تعالوا ناخد صورة، بالأول صورة للعيلة. وانتو كمان تعالوا. حلو هيك، بس اضحكوا لسه لأخذ معكم صورة. كذابين الله يلعنكم. قصدك أبوك مبارح عرض الزواج على أمه؟ إيه بابا مبارح طلب إيدها لأمي بالمطعم، بدهم يتزوجوا. شو الأخبار الحلوة يا روحي أنت؟ الله يكتب لكم الخير والسعادة ويبعث لكم أيام حلوة ونفرح لكم. مستحيل خليكم تعيشوا مبسوطين، مستحيل.
يا الله أنا نسيت الكاميرا بغرفة ماما، هاي أحلى لحظة. لو تعرفي قديش أنا مبسوط. كأنه أنا بحلم ما بدي إياه يخلص. إن شاء الله كل أيامنا سعادة وأنا كأنه عم أحلم. بحبك، بحبك كتير، وهالحلم رح يستمر. يلا كملوا الرقصة. جمال أنا رح أشيل الطرحة وأرجع ما بطول. شو رأيك بيجي معي؟ ما في داعي أنا أساساً ما رح طول. سمو الأميرة بتسمحي لي أرقص معي؟ طبعاً. وهلأ إجا الوقت المناسب لأعطيكم هدية عرسكم. مرحبا هيلين، شو عم تعملي هون؟ عيب. الله يسامحك، شو هالحكي؟ ليش ما عزمتيني على عرسك؟ أنا زعلت منك كتير. مو حلوة منك بصراحة، أنا جيت لهون كرمال بارك لكم. إن شاء الله بتقضوا كل لحظة بحياتكم وأنتوا زعلانين. لو سمحتي روحي من هون. شبك آسيا لسه هلأ أجيت؟ معقول عم تقلعيني؟ لا تكسري لي قلبي. هيلين أنت شكلك سكرانة، بترجاكي روحي بلا مشاكل. خير لو عندك تروحي. هيلين وقفي لو سمحتي. أنا أجيت لعندك وتعذبت، خلينا نحكي على راحتنا. إيه آسيا، بتتذكري وقت أنا وياكي صرنا رفقات؟ بصراحة أنا حبيتك كتير وثقت فيكي يا آسيا، يعني بصراحة. وأنتي ما كنتي سيئة، كنتي تحبيني شوي، بس ما بعرف شو صار بعدين، مرت كل هديك الأيام. لو سمحتي هيلين لا تخربي لي هذا اليوم. آسيا بس أنتي خربتي لي كل حياتي. ها؟ شو نسيتي؟ جمال ضحك علي وقال لي مستحيل بقى أفكر بآسيا أو كون معه، بس رجع ضحك علي. وهي أنتوا تزوجتوا من جديد، ما عم بفهم أنتوا أي نوع من الناس. لو سمحتي هيلين، لو سمحتي هاتي المفتاح. هاتي المفتاح. لحظة لنطالع المفتاح. لكي شوفي شو معي. هيلين شو عم تعملي جنيتي؟ للأسف شكلك لهلأ مفكرتيني عم امزح. هيلين لو سمحتي رجاءا. اخي بتحب نفوت الجاتو لجوا؟ ايه اخي فوتوا بعد اذنك. هاي سيارة هيلين؟ شو هالمصيبة هيلين اجت؟ جمال! جمال! هيلين هون! شو عم تقول ماهر؟ شفت سيارتها برا، بسرعة روح لعند آسيا. ماهر أنا هون ماشي، لا تتركن ماشي. هيلين نزلي مسدسك لو سمحتي، لا تتهوري، نزلي لو سمحتي. يا عروس أنا أجيت بهاليوم المميز بس لأعطيكم هدية بحياتكم كلها ما تنسوها.
رح تضلي عايشة أنت وجمال كل عمركم مع عذاب الضمير، ما رح تقدروا تنسوا هاليوم أبدا. بعد ما موت بوقتها جمال رح يعرف قيمتي منيح. أنت شو عم تحكي هيلين؟ شو جنيتي؟ آسيا أنا حبيته أكتر منك، ما حدا حب الحب يلي أنا حبيته يا لجمال. أنت ما حبيتي مثل ما أنا حبيته، حبيته لدرجة مستعدة أتخلى عن حياتي إذا ما كان معي. هيلين وقفي، لا تتهوري لو سمحتي. صح أنا يلي عم قوص، بس أنت اللي قتلتيني آسيا، لا تنسي هالحكي أبدا، بسببك أنا بدي انتحر. لو سمحتي هيلين اسمعي مني ونزلي المسدس. لو سمحتي قليلي، مستاهل عيش كل هاد؟ مستاهل يلي صار معي يا آسيا؟ بعد ما موت رح تعرفوا انو انتو كنتو السبب. هيلين بترجاكي لا تقوصي، اهدي. آسيا آسيا آسيا، انتي منيحة؟ جمال مرتك حبيبة قلبك قدامي وعم تطلع بعيوني، بس رح تموت من الخوف. هيلين افتحي الباب، آسيا ما دخل الموضوع بيني وبينك، يلا افتحي الباب وخلينا نحكي ونتفاهم. ما فيني افتح، المسدس بإيدي. هيلين يلا شوي، وبتعرف شو رح يصير جمال؟ بين إيدي هلأ في مسدس، لنشوف امتى رح اقوص فيه. هيلين افتحي الباب ولا تعملي شي تندمي عليه، يلا هيلين افتحي الباب. لو سمحتي هيلين فكري ولا تتهوري. افتحي الباب بقى، بكفي جنان. لا تدمري حياة ابنك بس مشان تعاقبينا وتحسسينا بعذاب الضمير، لا تخليه يربى بلا ام. أساساً حاسة ابني عم يبعد عني شوي شوي، حتى ابني آسيا أخذتي مني وسرقتي مني كمان. لا هيلين ابنك بحبك كتير، لا تيتمي لو سمحتي. هيلين بعدي آسيا اتركي، بعدي يعني أنا بدي أقتل حالي. هيلين افتحي. آسيا حبيبتي آسيا، أنا ما كان بدي أقوص آسيا، أنا كان بدي أقوص على حالي، ما بدي أقوص على آسيا والله. أنا معك آسيا، آسيا حبيبتي لا تخافي، ما رح يصير لك شي، أنا معك ما رح يصير لك شي، لا تخافي كل شي رح يكون منيح يا روحي، لا تخافي. الأولاد الأولاد حبيبتي لا تحكي شي وتتعبي حالك، أنا معك ما رح أترك، لا تخافي ما رح يصير لك شي. آسيا 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 فتحي عيونك، آسيا حبيبتي عم تسمعيني؟ آسيا 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 حبيبتي افتحي عيونك، بترجاكي آسيا. آسيا اسمعيني. أمي آسيا أمي شو صار؟ بابا شو صار؟ مين عامل هيك بأمي؟ أنتي شو عم تعملي هون؟ شو صار لأمي يا بابا؟ آسيا آسيا أمي حبيبتي نحن هون ما رح نتركك، حبيبتي رح ترجعي لنا. ماما لا تتركينا. أمي فتحي عيونك، لا تتركينا. نحن بحاجتك، لا تتركينا. لو سمحتوا بعد شوي مشان المريضة. آسيا رح نطلع أنا وأنتي من المشفى ونحن ماسكين إيدين بعض، رح تتعافي ونكمل حياتنا مع بعض بحبه. يا عمري خايفة على أمي يصير لها شي. اللي بابا ما رح تموت أمي؟ لا لا حبيبي لا، أمك آسيا أقوى مرة،
لا تنسى هالحكي، ماشي ابني؟ أمي أمك رح تتعافى صدقني. لو سمحت يا بابا خلي ماما تتعافى وترجع لنا. بابا طمني وقل لي إنه ماما رح ترجع تعيش معنا. بنتي أمك رح تتعافى، رح نتخطى هالقصة. بابا ليش ماما ما عم تفتح عيونها؟ بابا معقول ماما ماتت؟ لا حبيبي هي فاقدة وعي، طمن الدكاترة هلأ رح يعالجوها. ماشي أمك رح تتعافى، ماشي حبيبي. بدي ماما ترجع بيناتنا. أنا واثق آسيا رح تتعافى. نرجس شو عم تعملي؟ نرجس تعالي. نرجس ليلي بعد اللي عملتي كيف اجيتي؟ حبيبتي تركيها بابا اهدي هيلي روحي من هون بسرعة احسن ما يصير شيء ما بيعجبك. بس انا ما عملت شيء ابدا. كيف عملتي هيك بامي؟ صدقوني انا ما كان بدي اقوص على آسيا، كان بدي اقوص على حالي، بس ما بعرف كيف هيك صار فجأة وتقوصت هي بدالي. صدقوني هيلي امشي. مو شايفة الناس كيف حالتهم هلأ؟ بابا أنا خايفة. بابا تركيهم بحاله، روحي. لساتك واقفة وعم تحكي؟ روحي من هون بنتي. هي مجرمة، ادخلوها فورا هي المراهين اللي عوصت عرفيتي. صدقني اللي صار ما كان بإيدي، فجأة طلعت الرصاصة وما عرفت كيف هيك صار. خلص ما أغرسي، هي كذابة، هي المجرمة اجت على سرفيتي وقوصت عليها. إذا ما بتعتقلوها أنا رح خلص عليها. مدام رح ناخد إفادتك، تفضلي معنا. لك جلسوم صحة وهنا. يسلموا يا بنتي. رد لا تخاف. مين ميرال؟ سلم لي عليها. بلا كلامك الفاضي هلأ زهيدة، هي مو ميرال، هي زحل. مو مشكلة سلم عليها كمان. تفضلي زحل. شو عم تقولي؟ شو؟ خير شو صاير؟ تمام، ايه فهمت، تمام تمام زحل. شو في يا ابني؟ شو اللي صاير؟ هيلين هيلين قوصت آسيا. شو اللي عم تقوله؟ طيب آسيا ماتت؟ هلأ هي بالعملية والشرطة أخذت هيلين. هارون اتصل بالمحامي، احكي مع المحامي بسرعة. خلاص اهدي. شو هالمصيبة هي؟ كيف قدرت تقوصها؟ يا الله دخيلك، كيف هيلين بتعمل هيك شيء؟ شو سويت يا هيلين؟ آسيا أوف.
شو بابا؟ ياخدك عمو ماهر على البيت؟ ها؟ وبترجع لما تطلع أمك، اتفقنا؟ ما بدي، ما رح روح بابا. أقول بدي أخذ زحل على البيت، امشي معي ونرجع بعدين لنشوف أمك. شو؟ ما بدي روح، ماني رايحة لمحل لحتى تصير أمي منيحة. قبل ما أمسك إيدها لأمي وتبوسني ما رح أتحرك من هون بالمرة. تمام تمام ابني تمام. ليش ما حدا منهم حكي معنا لهلا؟ يقولولنا شو عم بيصير بالعملية؟ ما فينا نحن نسألهم بابا؟ اهدي بنتي، هن قالولنا نستنى بعدين منعرف. ما رح يصير لا شي، مو هيك؟ ما رح يصير لا شي، ما بتعرفي قد ايه امك قوية وعنيدة؟ ها؟ هي ما رح تستسلم وما بتتركنا. خايفة كتير يا بابا. لا تخافي يا روحي، رح تطلع منا. لا انا كتير رح يمرق هالكابوس بنتي. رح ترجع لنا امك، انا متأكد. ها الدكتور. كيف حالتها دكتور؟ خلصت العملية أستاذ، بس للأسف وضع المريضة لسه مو مستقر، لهيك رح نخليها تحت العناية المشددة حالياً. كيف يعني لسه وضعها مو مستقر؟ شو بتقصد؟ رح أحكي معك بوضوح، إجت رصاصة بمنطقة قريبة من قلبها كتير، ونحن وقفنا النزيف، بس لسه في خطر، الفترة الجاية صعبة، ما فينا نقول إنها نفذت من الموت، عملنا كل اللي علينا ورح نضل الرقابة كل هاي الفترة. ما على قلبها شر إن شاء الله. يعني أمي بدها تموت؟ حبيبتي نرجس حاج تحكي هاد الحكي؟ قال في خطر على حياتها، يعني راح تموت، ليش ما حدا بيطمنا يا نرجس حبيبتي؟ ما بيصير تحكي هيك يا روحي، إن شاء الله ما رح يصير لها شيء. حبيبتي تعالي بعد، خلي أمي تموت، أنا ما فيني أعيش بلاها. ترجاكم أعملوا شيء، خليهم يفتحوا لي الباب، بدي أشوفها لأمي لما تطيب، رح تنبسط لما تشوفني، بدي إياها تضل عايشة. أوقوف يا روحي، تعا حتى أغسل لك وشك. إيه؟ ليك أمك ما لازم تشوفك هيك لما تطلع، تمام؟ اتفقنا؟ حبيبتي لا تخافي حبيبتي، خلص اهدي، حاجتك يا نرجس، اهدي شوي حبيبتي. الله يخليكي خالي ميرال، خليهم يساعدوا أمي لو سمحتي. لا تخافي حبيبتي، لا تخافي، رجع تعيش، ما بدي أمي تعيش، بدي ترجع لنا أمي، حبك كتير أمي، لو سمحتي لا تروح. جمال أنا حاسس فيك وماسك حالي بصعوبة، بس أخي أنت لازم تبقى قوي مشان الولاد، وما لازم نفقد الأمل. اصبر، وينو المحامي؟ ما حكانا إلنا كم ساعة عم ننطر. ندرات اصبري شوي لو سمحتي. ليش ما بيخلوني شوف بنتي؟ عمل شي، تصرف يا هارون. كيف وضع آسيا هلا؟ طلعت من العملية بابا ودخلوها على غرفة العناية، بس لسه وضع مانو مستقر وعلي خطر. هيلين قدمت إفادتها؟ طبعاً، هيلين خانم حكت كل اللي صار وقت الحادثة. بالواقع هي كانت بدها تقتل حالها، بس الست آسيا كانت عم تحاول تمنعها وتاخد السلاح من إيدها، ومع الأسف بهاللحظة تماماً انصابت برصاصة بالخطأ. هي كانت حادثة يعني؟ رح يطلعوا بنتي من السجن ما؟
يعني بكير على الحكي بهذا الموضوع يا خانم. رح تضل هيلين محبوسة أكيد، وليكو بالواقع وضع متعلق بحالة آسيا. إذا ما نفدت يعني فممكن تتحاكم بنتكم بتهمة القتل العمد على الأغلب. إن شاء الله خير بالإذن. يا الله، يا روحي مرتي القمر، بدنا نكبر مع بعض حبيبتي، لسه قدامنا سنين طويلة مع بعض، ما رح تتركيني أكيد، سمعتيني؟ ما رح تروحي آسيا يا عمري. رح ترجع لنا يا بابا، متأكدة رح تطيب. أكيد هلأ رح يفتشونا ويفتشوا السيارة. غمضي عيونك، عملي حالك نايمة. ماهر، وقت كنت بغيبوبة إجوا الشرطة لهون وكانوا مفكريني مرتك لأنه كنا بنفس السيارة، ونحنا عم نحكي إجا أخوك على الغرفة وسمع الحديث وقتها، وأنا ما قدرت أقول له الحقيقة. يعني قلتي للكل إنك مرتي؟ أنت خليتنا نطلع معك بالسيارة وقلت لي أنت رح تصيري رفيق الدربي، ولسه بتعتبرني هيك؟ هلأ أنت رفيق دربي، أنت رفيق دربي ماهر. وأنتي بتضلي رفيق الدربي، ورح نزوج ولادنا، بدنا نشوف أجور ونرجس عم يكبروا. ماهر، شفتيها؟ لأنه أول مرة كانت عم تضحك ومبسوطة كتير لأنه تحقق حلمها. زعلت عليها، أنا كتير زعلان. اسمعني، اسمعني ماهر، آسيا إنسانة قوية، وقبل كل شيء هي أم، هي رح تقاتل مشان ما تترك أولادها، لازم تكون صبور وما تنهار. ماشي، إيه تمام. وأنتي تعبتي من الصبح واقفة، بوصلك على بيتك وبخبرك شو بيصير. لا مو مشكلة، أنا بروح بتاكسي، أنت خليك جنبهم لا تتركهم. متأكدة؟
ماشي، رح وصلك على الباب وشم شوية هوا. أي يلا قوم معي. كله جبت فطاير للكل. لسه مو ما بدي. جمع البيت؟ لا قول سوم. بس وحدي. ما بدي. يلا يا أولاد. خدوا كلي حبيبتي. ما بدي أكل شي. ليش نرجس؟ حبيبتي لازم تاكلي يلا مشان يأكل أوغور. يلا لازم تاكلوا حبيبتي. أوغور؟ ليك جبت لك عصير. برافو عليك حبيبي، برافو عليك. ليك وعمكم فكرة توصل ميرال على البيت حبيباتي، رح يجيبوا تياب معهم مشان تغيروا تيابكم يا روحي. تمام نرجس، كلي فطيرة واحدة حبيبتي لو سمحتي. شمال، اللي انت منيح؟ منيح ما في شي، حسيت بوجع بصدري هلأ بيروح. شو عم يصير؟ شو في يا دكتور؟ شو صار؟ قال لي دكتور. ما في ردة فعل. اعطوها الابره بسرعة. فورا دكتور. امي فتحي عيونك امي. يلا. رح اعمل مساج للقلب. روحوا جيبوا جهاز الصدمات بسرعة. يلا فورا رايح اجيبه. أمي رح تموت. لا حبيبي، شوف الدكتور عم يعالج. يلا يا آسيا، فيه آسيا. شو عم يعملوا معه؟ أمي حبيبتي نحن هون ما تروحي. آسيا. أمي فتحي عيونك مشاننا. يلا قومي. آسيا لا تتركينا لحالنا. يلا بطيع المي. شحنته دكتور. واحد، اثنين، ثلاثة. فتحي عيونك أمي. ليكي أنا هون. ما تغير شي دكتور. 250 صار جاهز. ما تتركينا آسيا. يلا
300. شحنته دكتور. عم نخسر المريضة دكتور. يا ربي دخيلك شو عم يصير؟ لا يا أمي. آسيا. أمي وقفوا بابا. ليش ما عاد عملوا شي؟ بابا ليش عم يتفرجوا؟ بابا شو يلي صار؟ ساعدوها! لا توقفوا لو سمحتوا لا توقفوا! آسيا! لا الله يخليكم يلا كملوا! سبكن لا توقفوا هلا بتقوم! İnsanı affetsin.
المرحومة آسيا حالياً رح تنتقل على الدار الآخرة يا أخوان. بدنا كلنا ندعي لها بالرحمة وتكون من أهل الجنة. كيف كنتوا بتعرفوها بحياتها لآسيا؟ وكيف كانت معاملتها مع الناس وهي بصحتها؟ كانت إنسانة منيحة. سامحتوا المرحومة آسيا بحقوقكم وتمنيتوا لها الرحمة بعد ما ماتت؟ سامحنا. الكل مسامحها؟ كلنا سامحنا. كلنا سامحناها. يا روحي يا آسيا. بدهم يدفنوا أمي تحت التراب. ما عاد فيني أشوف أمي مرة تانية. نرجس خلاص بنتي، عم ياخذوا امي وقفوهن. لو سمحت لا تخليهم ياخذوا امي. ما ماتت بابا. امي الله يخليك بابا، لا تخليهم ياخذوا، رجعوا امي لو سمحتوا. اهدي معهم. لا تروحي يا امي حبيبتي. امي اشتركتينا.
حبيبتي. Geri dönüyorsan, nafile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var. Sanma, boş yere buna kanma. Gidişini hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu, öyle bir ceza bana. Bin kere vursan da ölmem, ölmem. Son bir sözü varsa hayatın kolu. آسيا، وقفي، شو عم تعملي هاد؟ مانو تقيل جمال؟ معقول خلي مرتي الحلوة تحمله وأنا موجود ما بسمح لك بنوم؟ شو رأيك مرتك الحلوة هلأ تعمل لك شاي طيب كتير؟ أوه، عملي لي شاي. Kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var. Sanma, boş yere buna kanma. Zaman ödemez kefaretini, sanma siler gidişini. Hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Sana çıkıyor bu yollar, inan kader diye bir şey var. (Gülüyor)
كيف رح نتحمل بابا؟ كيف بدنا نعيش بدون أمي يا بابا؟ ما بعرف بابا، ما بعرف ما بعرف كيف نحن رح نصبر على غيابة يا روحي. صعب كتير بابا، صعب كتير. ما فينا نتعود على غيابة. تعرفوا إنه أمي بالسما هلا وهي عم تبتسم وتطلع علينا من فوق؟ لما تطلع على السما بالليل حبيبي رح تعرف إني هنيك عم أضحك بين النجوم وبكون مبسوط وقتها، ولهيك أنت رح تحس إنه النجوم كلها عم تضحك وحلوة كتير. الأمير الصغير بيموت أمي، ما رح يقدر يشوف الطيار مو هيك؟ رح يقدر يشوفه بس لما يطلع على النجوم. طيب قلي لي وين رح أقدر أشوفك إذا متي أمي؟ لا تموتي، أوعك تتركيني يا روحي. لا تقلق حبيبي، أنا لساتني صغيرة، وإذا صار لي شي رح تطلع على الشمس وتشوفني هنيك بكون عم أبتسم لك. أساساً أنت مثل الشمس أمي، وحتى أنت أحلى منها بكتير. ما رح أتركك يا روحي، ماشي؟ رح أكلك. يا روحي أنت يا روحي. قالت لي أمي إذا متت رح كون مع الشمس عم ببتسم وقتها. ماما هنيك بابا، هي هنيك. أمي حبيبتي يا روحي. أمي حبيبتي، رح فوت امتحان الجامعة بعد سنة، لو تشوفي قديه طويل الأجور، صار كبير والله. بابا عم يحاول يصبر، أحياناً بلاقيه عم يبكي لحاله، عم يحاول يتعود على غيابك. بالمناسبة محاكمة هيلين انتهت من فترة، ما عاقبوها لأنه بالآخر اعتبروه حادث. سمعنا أنه هي عم تتعالج نفسياً وتحاول تنسى، وسافرت من هون أصلاً، عايشة هلأ مع أمها بمدينة ساحلية صغيرة لحالهم. يلا فوتي على البيت يا بنتي. مضت سنة كاملة. بعرف بنتي، بعرف. الأغلب هي ما قدرت تسامح حالها، وهات كان عقابها يا أمي. أكيد بدك تسأليني عن ماهر، ما هو منيح؟ لا تقلقي عليه،
موافق. قدر يقنع خالتي زحل إنه يتزوجوا، وتزوجوا بالآخر. البنتين هلأ بصحة منيحة، صاروا عيلة بتجنن. أمي حبيبتي، خالتي ميرال ما تركتنا لحالنا، وهي قوت حالها قدامنا منشان ما نضل زعلانين ونقدر نتأقلم. هي وعمو راجي صاروا ثنائي ظريف كتير، ومن جديد أخدوا وراحوا سوا رحلة. هن اشتروا كرفان منشان يروحوا يتفتلوا فيه بكل تركيا ويغامروا سوا. أخذ بابا الوصاية على أحمد، وهلأ هو عايش معنا. لا تخافي، نحن مناح ودايرين بالنا على بعض. أنتي علمتينا نعيش بحب ونضل قوايا، ومهما صار نكمل حياتنا. نحن مثلك ما مننكسر يا أمي. منا نروح على السينما أختي نرجس مو؟ منروح؟ لشوف بابا بالأول إذا بيسمح لنا. تمام، يلا تعالي نكمل لعب. يلا شوت أحمد، يلا رح سجل هدف أوغور. شو شايفتك بالمطبخ بابا؟ يا أخوك أوغور بده يأكل محاشي. حبيبي ما بيرفض لنا طلب. ايه طبعا. ليكي انا عملت لك بسكويت. عن جد عملت لي؟ ايه، بس شوفي الطعمه واحكمي. بابا بيسلموا ايديك. وايديك يا روح للبابا. بابا كرس حياته إلنا، عم يعمل كل شي بيقدر عليه وينفذ طلباتنا حتى ما نحس بغيابك. بس مبين بعيونه إنه ما نسيكي، هو بيفكر فيكي بكل لحظة، بس عم بيحاول دايماً ما يحسسنا بهالشي. بيحاول يبتسم بس ما بيقدر، ما عاد ضحك من قلبه أبداً، مبين في شي ناقصه يعني. نحن مناح يا أمي، كوني مطمنة. أنت دايماً معنا. شو وينك أختي؟ شو صار؟ ما بدنا نروح السينما؟ بابا عمل لي بسكويت وعم باكلون. بابا أنت رح تجي معنا؟ لا بابا حبيبي، عندي شغل، لازم اتفقد الإيميلات وأعمل تقرير فوراً. منجي على العشاء نحن. ليك شوف بابا عمل لك محاشي. بابا عملتها مثل ما بتعملها أمي، وحطيت لها بهارات كمان. حطيت تعلمت أطبخها من أمك أصلاً.
نحن رايحين لك، ما منتأخر. ماشي، تعهد بوسة ابني حبيبي. ها؟ بحبك كتير بابا. حبيب قلبي انت. يلا روح انبسطوا. يلا أقول انتبهوا منيح. ها؟ تمام تمام، عم بستناكن على العشاء. ماشي بابا. يلا أختي خلينا نمشي. تعال. معقول يطلع أكلي مثل أكلة؟ إيه، لنشوف تقارير شهر أيار، لازم خلص كل شيء. عم قطف ورود لأعملها لماما باقت عروس. نحن اشترينا ورد يا أوغور، بس ريحتها مو حلوة مثل هاي. ريحتها حلوة وعم تفوح مثل ريحة ماما. انتي قديش بتحبيني وقديش بتحبي أخي أوغور. بحبكن قد الدنيا كلها، يعني انتو كل شي بالنسبة لإلي. أنا عايشة مشانكن حبيبتي. ايه وشو مشان بابا؟ مو هلأ وقتها نرجس، أنا عم جهز حالي، تأخرنا. شوفوا العروس مبين عليها خجلة، شوفوا شوفوا الخجل. طبعاً حبيبتي بدها تخجل كل بنت هيك. وأخيراً لقينا العريس يلي كان هربان. والله ماني هربان، أنا ما فيني أعيش من دونها لآسيا. شو عم تعملوا مثل الطيور العاشق والمعشوق؟ الكل عم يدور عليكم وانتو عم بتبوسوا بعض؟ نرجس عيب تحكي هيك وانتي عم تصوري. جمال بدنا نمسح هالفيديو. وليش بدنا نحذفه؟ انتي بعد دقيقتين رح تصيري مرتي، ما تحس في شيء، خليه عجبني. آسي اشتقت لك كتير يا روحي، اشتقت لك كتير. ليش رحتي وتركتيني يا حبيبة قلبي أنا؟ ليش تركتي؟ أنا اشتقت لك. جمال؟ آسيا؟ آسيا؟ نرجس تركت الكاميرا فقلت بسجل لحالي، بس ما بتحضر الفيديو مع الولاد، بتحضره لحالك مشان ما يتمسخروا علي وأنا عم أقول إني بحب أبوهن كتير. تمام؟ نحنا رح نبلش حياة جديدة اليوم، فبدي أقولك ما حبيت غيرك جمال. ومو أنت كنت تقلي قدرنا نعيش مع بعضنا دائماً؟ بالأول صدقت هالكلام، بس بعدين تركتني ورحت، بس كنت بعرف إنك رح ترجع بيوم من الأيام. ما بعرف أحكي عن مشاعري وصرخ مثلك، أنت بتعرف هيك طبعي.
وكنت ضل اسكت. بس هلا رح احكي. جاهز جمال؟ جاهز آسيا. انا بحبك كتير ودائما حبيتك ورح ضل حبك لاخر عمري. وانا بحبك كتير ورح ضل حبك كل عمري. رح حبك انت وبس. يلا آسيا. بس ثانية. كيف بتنطفى هي؟ كيف؟ تعا فيك تفوت. خلصتي؟ بعد شوي أنا رح أتزوج أحلى بنت بالعالم كله. جاهزة حبيبة قلبي؟ جاهزة. لما أنا شفتك قلت هالبنت قدرك يا جماعة مكتوب تكونوا مع بعض. اسمعوا أنا بحب هاي البنت. بس شو عم تعمل جمال؟ وقف اسكوت. عم تسمعوا يا أهل أماسيا؟ اسكوت اسكوت خلص اسكوت. بص وعم بس لي إيدي كمان.